مقدمة وفيما يلي كتاب مختصر يناقش المعنى الحقيقي لشهادة الإيمان، وهو أن لا إله إلا الله تعالى وأن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو العبد والخاتم رسول الله تعالى. وتحقيق هذه الشهادة هو السبيل الوحيد للمسلم لتحقيق الأخلاق الحميدة. وجاء في الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وهي من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق الشخصية النبيلة. مفتاح الجنة. هناك أحاديث كثيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنصح الإنسان أنه من شهد أن لا إله إلا الله تعالى وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن عبد الله تعالى وخاتم رسوله سينجو من نار جهنم. ومثال ذلك في صحيح البخاري رقم 128. ومعنى هذه الأحاديث أن من مات وهو مؤمن بهذه الشهادة إما أن يدخل الجنة ويخرج من النار، أو يدخل النار بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة خالدا فيها أبدا. وقد جاء ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 7510. ومن المهم أن نلاحظ أن أولئك الذين يرغبون في دخول الجنة دون الدخول إلى النار، أولاً يجب عليهم ألا يعلنوا إيمانهم بالإسلام لفظياً فحسب، بل يجب عليهم أيضاً الوفاء بشروطه والتزاماته. لا شك أن شهادة الإيمان هي مفتاح الجنة، ولكن المفتاح يحتاج إلى أسنان ليفتح باباً معيناً. أسنان مفتاح الجنة هي فرائضها وواجباتها، وبدونهم يعني المفتاح بلا أسنانه لا يفتح باب الجنة. وقد ثبت ذلك من خلال العديد من الأحاديث التي تدل على أن دخول الجنة يحتاج إلى استيفاء شروط الإسلام وواجباته. فمثلاً حديث موجود في صحيح البخاري برقم 1397 يدل على أن الشهادة يجب أن تكون مؤيدة بأعمال من أركان الإسلام كإقامة الصلاة المكتوبة. القسم الأول من شهادة أن لا إله إلا الله تعالى يعني أن الله تعالى هو الوحيد الذي يجب طاعته ولا يعصى أبداً. عندما يقبل المرء الله تعالى إلهاً فلا يجب عليه طاعة أي شيء يؤدي إلى معصيته، لأن الله تعالى وحده هو سيدهم وهم عبيده فقط. ولكن من يطيع شيئاً يؤدي إلى معصية الله تعالى فقد أفسد اعتقاده في توحيده، كما سبق الإشارة إليه في سورة الجاثية الآية 23: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لقد حذر القرآن الكريم المسلمين من أن من يرتكب المعاصي فهو في الحقيقة يعبد الشيطان كما أطاعوه على طاعة الله تعالى. سورة ياسين الآية 60: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن المسلمين الذين يرفضون أهوائهم وأهواء الآخرين وأوامر الشيطان ويطيعون الله تعالى فقط، فقد اتخذوا الله تعالى إلها لهم. لقد حصل هؤلاء المسلمون على حماية الله تعالى في العالمين، وقد حقق هؤلاء المسلمون عمليا شهادة الإسلام، حيث أيدوا ادعائهم القولي والباطني بالأفعال الصادقة عملاً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عمل بأحاديثه فقد حقق الجانب الثاني من الشهادة، وهو أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو خادم الله تعالى وخاتم رسوله. وهؤلاء المسلمون هم المشار إليهم في الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 128، وفيه أن الله تعالى يعتقهم من النار. ومن أعلن الإسلام باللسان وقبله باطناً فهو مسلم بلا شك، ولكن إيمانه الصادق بوحدانية الله تعالى ينقص بقدر ذنوبه. ومن العمل الحقيقي بالشهادة إخلاص محبة الله تعالى. وقد أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4681، وينصح بأن ذلك من كمال الإيمان، وذلك أن يحب ما يحب الله تعالى ويكره ما يكره. ولما كانت هذه صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
كما في حديث سنن ابن ماجه برقم 2333، فقد أمر المسلمون باتباعه. سورة آل عمران الآية 31: قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وواضح من تعاليم الإسلام أن محبة ما يكره الله تعالى وكراهية ما يحبه الله تعالى دليل واضح على اتباع الإنسان لهواه وطاعته على الله تعالى. وهذا الموقف يقلل من الإيمان بوحدانية الله تعالى. وتوضح الآية التالية أن تبني هذه العقلية هو انحراف عن الإيمان الحقيقي بشهادة الإسلام. سورة التوبة الآية 24: قال إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخافون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يقضي الله أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن يعبد الله تعالى على هواه فهو يعبده على حرف، أي إذا واجهوا الرخاء فرحوا وإذا واجهوا الشدة انصرفوا عن طاعته في الغضب. سورة الحج الآية 11: ومن الناس من يعبد الله على حرف، وإذا مسى خير اطمأن إليه، ولكن إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه فقد خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. الحديث الموجود في صحيح البخاري رقم 6502 يعلم المسلمين كيفية الإيمان الصحيح والعمل بشهادة الإيمان مما يمنع الإنسان من التعرض لنار جهنم في العالم الآخر، وذلك أولاً لإتمام الفرائض على الوجه الصحيح مع استيفاء جميع شروطها وآدابها، ثم لا بد من أن يضاف إلى ذلك عمل التطوعات الصالحة وخيرها السنن الثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤدي إلى محبة الله تعالى ويجعل الله تعالى يمكن كل عضو في جسدهم من طاعته فقط. وهذه الطاعة الحقيقية والصادقة هي إتمام شهادة الإيمان، وهذا هو القلب السليم الذي لا يحتوي إلا على محبة الله تعالى المنقطع عن أهواء الدنيا وحب الدنيا. سورة الشعراء 26 الآيات من 88 إلى 89: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا لا يعني أن المسلم يتحرر من ارتكاب الذنوب، بل يعني أنه يتوب منها بصدق عندما يندر ارتكابها. في الختام، من المهم بالنسبة للمسلمين ألا يعلنوا شهادة الإسلام داخلياً ولفظياً فحسب، بل يجب عليهم أيضاً إظهارها في أفعالهم، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح الحقيقي في هذا العالم والإفلات تماماً من العقاب في لعالم الآخرة أيضاً.